هنا بيبدأ يشوف يتكلم كده في شوية سلايدات عن البطاري. في حاجة بيسموها البطاري وفي حاجة بنسميها مجموعة بطاريات مع بعض بيسموها بطاري ايه؟ بنك. يعني مجموعة بطاريات بنسميهم بطاري بنك. طيب بعد كده بيقول لي الكلمتين اللي احنا خدنا من شوية، أهم حاجة في البطاريات أهو الكلام ده شرحته أمس، إن بطاريات السيارة بنسميها شالو بطاري. احفظ الكلمة دي، بطارية السيارة بيسموها شالو باتري، اللي هي البطاريات اللي بيتفرغ منها وبتشحن آخر 5% أو 10%، دي بتبقى شحنة وتفريغها سريع، وأنا عايز الديس شارج يبقى إيه في جزء من في بضع ثواني، شوية ثواني، 5 ثواني، 10 ثواني أو كده. بطارياتنا بنسميها إيه؟ فلود ديت أسيد اللي هي كانت مكتوبة هناك، والنوع بتاعنا اللي هو الغير حمض ده أو الغير سائل بنسميه مين؟ في آر ال إيه؟ احفظ الكلمتين دول، بالف ريجوليتد ليد اسيد. الشالو باتريز اقدر هو تكنيكالي اقدر افضي وافرغ منها 20 من 10 ل 20%، بس ما اقدرش افضيها 80% ولا 50% ولا الكلام ده، تمام؟ اما الديب سايكل باتري بقدر افضيها لحد كام؟ 80% او 90 و 95 كمان. بس على فكره احنا برضه في معلومه مهمه جدا، احنا بنستخدم ديب سايكل باتري، واكتب المعلومه دي، هي ينفع تتفضى لحد 80 او 90، بس احنا في الشغل بتاعنا بره بنشحنها وبنفضلها لحد 50% عشان تعيش معانا، تمام؟ عشان تقدر تديني وقت اكبر بناء على الكيرف اللي انت ايه شايفه، بس اكتب النسبه دي. يعني احنا بنفضي وبنشحن، بنعمل تشارجنج، ستيت اوف تشارجنج والديبس اوف تشارجنج في حالات بطاريات الطاقه الشمسيه بنسبه 50%، حتى لو هو في البطاريه بيديني اقدر افضيها لحد 80 او 90. معلومه مهمه جدا في العمل. بيتكلم هو بيقول لي هنا اهم حاجه في موضوع الفرق اللي هو بطاريات السيارات اللي هي الشالو باتري والديب سايكل باتري، موضوع مين؟ الديس تشارجنج. الديس تشارجنج بتتفرغ بسرعه ولا لا؟ بعد كده موضوع سهل وبسيط جدا اللي هو الباتري تشارجر. باتري تشارجر زي الموبايل تشارجر، زي اللابتوب تشارجر، زي اي حد تشارجر، هو شاحن. انت في الاخر في الموبايل بتشحن بطاريه عشان تقدر تستخدم الموبايل وانت بعيد عن الكهرباء. في اللابتوب نفس القصه، انت مش موصل اهو حاجه تقدر تمشي في اللابتوب ده تروح بيه اي مكان، يبقى انت تروح ايه؟ مدخل جواه حته البطاريه وتشحن. ايه فائده اي تشارجر؟ ان هو يعمل عمليه تنظيم لشحن البطاريات. ثانيا يفصل البطاريه من الشحن لما توصل للفول تشارج، ما يقعدش يشحن فيها، تمام؟ وهي اصلا خلاص اتشحنت. تمام؟ انت كوبايه ميه اتملت وانت قاعد تزود عليها تاني، فكله بيطلع بره. وبالعكس اللي بيطلع بره ده ممكن يضر البطاريه نفسها او الكمبونه نفسها. فتعالى كده نبص في الرسمه دي، انا عايز بس بص بس. بص وقول لي كومنتات، يعني اديني تعليقك في السلايد الوحيده دي. يلا كده. شارجر يكون من قبل البطاريه بعد الشارجر. بالظبط، هو بعد اهو، برافو عليك. بيبقى على الشارجر نفسه، على جسم الشارجر ككونكشن، بيبقى في اطراف اقدر اوصل عليها. فانا لميت كل السولار بانلز اللي هو احنا سميناها اريز او مجموعه من الاريز، وفي الاخر جمعوا سلكتين. كل اللي انت عملته هناك توالي وتوازن ومش عارف ايه، فاتسرح في سلكتين مكتوب عليهم سولار بانل هنا طرفين. اروح اوصل طبعا، اروح ازاي الجولاتي البوزيتيف مع البوزيتيف، وفي طرفين تاني الباتري، وبعد كده في طرفين للود ده لو اللود ايه دي سي سي. اما لو الباتري تشارجر ده في حاله الجريد كونكتد اصلا ما فيش باتري تشارجر عشان ما فيش بطاريات، تمام؟ بقى كده بياخد من الدي سي اللي هو منظم بطرفين، بيروح للانفرتر في حاله ايه البطاريه، لان هناخد نوع جريد كونكتد بس ايه بيسموه هايبريد سيستم، هو جريد بس دي بطاريات، تمام؟ هنشرح ليه بيعمل الفكره دي. اللي كان نفسي تقوله، اللي نفسي تقوله ان التشارجر ده بينظم حاجتين، بينظم الجهد وينظم التيار، وبيعمل بروتكشن من الاوفر تشارجر، الكلام اللي هو اللي مكتوب فوق، تمام؟ خلاص احنا شفناها الكونكشن، خلاص؟ ده كان بيعمل ايه؟ ده بيعمل ايه؟ ده عشان ينظم عمليات الشحن بيستخدم، احنا قلنا الانفرترز كان في نظام انفرتر قديم اسمه بي دبليو ام، حد فاكر الكلمه دي؟ بالس ويتس موديوليشن، بيتحكم في عرض النبضه، اهي دي مكتوبه هنا صح؟ اهي دي اسمها بالس ويتس موديوليشن، بالس ويتس موديوليشن. والناس بتوع الاتصالات
حقيقتهم كلها اصلا في حاجتين اللي هو المودم موديوليشن ودي موديوليشن. بيعمل ترميم او تعديل لشكل الاشاره بيبعتها للترانسميتر بيروح الثانيه يفك التعديل. دي موديوليشن ودي موديوليشن. فهنا بيعمل بالس ويدث موديوليشن ده السولار تشارجر كنترولر. تمام التكنيك المستخدم هنا ان انا بغير في عرض النقل عشان اوصل ان انا انظم مين الشحن الخاص ب الاوبجريد سيستم. اه جايب هنا شايف الرمز ده لما كبرناه شويه ده هو ده. قال لك والله هنا في رمز الاملاح اهو والبوزيتيف والنيجيتيف نقطتين والبطاريه البوزيتيف والنيجيتيف نقطتين والحمل الدي سي هركبه هنا. طبعا هنا بيبقى في مفتاح باور وفي بعض الحاجات فيها شاشه وفي مفاتيح اقدر اغير القيمه فوق وتحت. تمام وهنا بقى بيديني لمبات انديكيشن ان مثلا في شمس في اثناء النهار بيقول لا والله ده الصن دي واصله. طب البطاريه حالتها كمان اللود لا في لود او ما فيش لود زي اللمبات اللي بتبقى موجوده على اي لوحه احمر واصفر واخضر والكلام ده. تمام بتبين لك الشغل. التشارجر تايب في التشارجر اهي تمام اللي هي مين البي دبليو ام اهي بالس ويدث موديوليشن الكلام اللي احنا قلناه امس. النوع الثاني تمام اللي هو الماكسيمم باور بوينت تراكنج. اهو الماكسيمم باور بوينت تراكنج في حالات الانفرتر المعلومه دي مهمه جدا. في حالات الانفرتر الانفرتر جواه كانه جواه ايه شارجر لانه هو بينظم عمليه الدي سي وبيوصل لاقصى استفاده من اللوح بالتراكنج. يبقى زير ار تو تايب او تو ديفرنت تايبس اوف تشارجر كنترولر. ده تقسيم اي تشارجر يا هو بيشتغل بالس ويدث موديوليشن او بيشتغل ماكسيمم باور بوينت تراكنج. طبعا البالس ويدث بيتحكم في عرض النبضه هو ذيس تايب اوف تشارج كنترولر وركس باي ريديوسنج الكرنت فروم الباور سورس اكوردنج تو الباتري. هو ديبند على البطاريات بطاريات الشحن بينظم الشحن طلعت قلت يبقى ماشي معاها بناء على عرض النبضه. اما الثاني بيبقى اصلا تراكنج ممكن ما يبقاش مش شغال بالبال سويتش شغال بالساين ويف لو في ساين ويف او شغال بتكنيك ان انا بقدر اعمل تتبع لشكل الاشاره اللي طالعه من مين؟ من الالواح. فبيقول لي ذيس تشارجر كنترولر لوكس ات اوتبوت اوف ذا بانل بيبص على الخارج بتاع الالواح تمام؟ اند كومبير ات تو ذا مين؟ الباتري فولتج. يعني هو بيبص على الجهد اللي طالع والتيار بتاع الالواح ويبص على الجهد اللي طالع والتيار بتاع البطاريات وبيحط عينه دايما على ايه افضل وضع اعمل بيه ماتشنج، ايه افضل وضع يريح الاثنين. تمام؟ ذا فيجر ات زين فيجرز اوت وات از ذا بيست باور. هو الام بي بي بيحدد الماكسيمم باور بوينت يعني اقصى قدره يمكن ان انا اخدها من الالواح دي باقصى تنظيم مع البطاريه وبالتالي هو الافضل لان هو بيوصل للبيست مين البيست باور من البالانس. انا خلصت الشرح اللي هي المكونات هنبدا ندخل في انواع الشبكه.